هذا لا نعطي له فيها، بقي لنا جوج الآداب كاين في الإسلام، النوم على الشق الأيمن، فهذا معروف عند الإخوة، لن أتحدث عن الحديث. فالاضطجاع الأيمن على الأرداف من الدلائل العلمية، أن عدة دراسات علمية حديثة تثير أن الاضطجاع الأيمن دور أساسي في مفيد على القلب، فخاصة حيث لما يكون الأوضاع اللي عندنا كاين أوضاعية الاستلقاء، هو تنعس على الظهر ديالك، الاضطجاع هو تنعس على الجنب ديالك، الاضطجاع الأيمن الاضطجاع الأيسر، ثم الانبطاح هو تنعس على البطن ديالك. فالنتائج أدرت أن نشاط القلب المبهم الاكتيفيتي فاغال كان أكبر عندما كان الأشخاص في وضع الاضطجاع الأيمن. وهذا التنبيه ديال المبهم لما يكون هذه الاكتيفيتي سامبا فاغا بار سامباتيكي الخدامه، فيكون عندها مضاده للاضطرابات ديال النظم ديال القلب. ايضا الاستلقاء يؤثر على نشاط الجهاز العصبي اللا ارادي، الناس اللي عندهم مشاكل هذه هادو حنا كنقوموا به هذا التسجيل لواحد المريض عندنا حنا اللي عنده مشكل ديال القطاع التنفس. كتلاحظوا معايا التنفس ديالو، هو كيتنفس كيتنفس كيتنفس، كينقطع التنفس ديالو، كيتنفس كيتنفس كينقطع التنفس ديالو، ما يسمى مرض التقنص او انقطاع تقطع النفس في النوم. تقطع النفس النومي كيكون في الليل فقط، هو ناعس في الليل ما كيحسش بهذا الشيء اللي كتشوفوا فيه. كتلاحظوا بانه هنا كنسجلوا لي الوضعيه ديالو، اشاره الاستلقاء، هو كان ناعس في الظهر، مجرد انه انتقل الى الاشاره ديال الشق الايسر الاضطجاع الايسر كنلاحظوا بان هذا القطاع اختفى. وهذا كيدل لاحظنا كنلاحظوها بالارقام، انه هذه ارقام مثلا هو كانت عنده في الوضعيه ديال الايمن 17 في الساعه، في حين في الوضعيه الايسر عنده 30 في الساعه، يعني ان الوضعيه الايمن الاضطجاع تحفظه مقارنه مع الاستلقاء على الظهر. ايضا كراهيه النوم على البطن، فعند الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وهذه القضية هذه كانت دراسات اللي كتبين بأن خاصة عند أطفال، أن الأطفال الذين ينامون في وضعية الانبطاح لديهم خطر متزايد بمقدار 7 أضعاف للإصابة بموت الفجأة للرضع. وهذه كانت حملة في الولايات المتحدة، باك تو سليب، يعني النوم على الظهر للنوم للأطفال، لأنه يعني لاحظوا بأنه كيرتفع لنسبة الفجأة. إذن هناك علامات قد تدل على وجودة نومك. إذن إمتى 85% على الأقل من إجمالي الوقت الذي تقضيه في السرير في النوم، لكن تدخل الفراش ديالك 85% كتنعس، ماشي 85% كتقلب ولا 50% كتقلب، فعرف أن الجو النوم ديالك بصفة عامة راه كيدل على أن غالبا النوم ديالك جيد، أنك تخلد إلى النوم خلال 30 دقيقة أو أقل بعد دخول الفراش، وأن لا تستيقظ أكثر من مرة ليلا أقل من 20 دقيقة. وهناك علامات قد تدل على أن نومك غير مناسب، مدافعة النوم، تتضارب مع الناس، فقدان التركيز في النهار، توتر مزاجي في فقدان النهار في النهار غير معتاد، النيمومة الزائدة، والنيمومة القهرية في أوقات غير مناسبة كالعمل والسياقة. هناك كثير من الناس يعانون من هذا الأمر هذا. ثم هناك أمور ما زالت تستدعي البحث، ما أثر النفس المطمئنة، واش لا كانت نفس الانسان كينعس وقلبه سليم ومرتاح. وكنعرفوا الستريس بانه كاين تاثير الستريس ديال التوتر. هناك دراسات كتبين بان تامل اليقظه، فقط انك تامل، تجلس وتامل تسد عينيك في واحد جلسه التامل، فهو كيسهل النوم ديالك. وهذو كاين التمارين في هذا الامر هذا. فهل ليست هناك عندنا دراسه واضحه واش الانسان اللي نفسه مطمئنه اصلا واش كيحتاج اقل للنوم؟ واش الانسان اللي كيذكر الله عز وجل قبل النوم وفي النهار، واش اثر الخشوع في الصلاه؟ انت اللي غتقوم في الليل وغدير الخشوع الصلاه وقيام وخاشع، اذا ربما تستفيد اكثر من الاخرين، ويكون عندك تخفيف من مهام النوم، لان النوم الدور ديالو هو تصحيح الاخطاء ديال النهار. اذا كانت الاخطاء قليله، فربما اخطاء قليله سواء بالنفس المطمئنه بالذكر بالخشوع في الصلاه بالابتعاد عن المشاكل، فربما يكون عندك نوم تحتاج الى نوم اقل، ويكون نومك أجود وتحتاج أقل إلى النوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل وأستغفر الله خير. جزاك الله خير سيدي محمد، والله وددنا أنك لا تنقطع عن هذا الدرس، ولكن
قال له لا الحديث شيق والوقت ضيق. والله اخويا ما كرهناش، زدنا شت جزء ثالث. العجيب في هذا الدرس انه درس عن النوم تيطير النوم، سبحان الله. سبحان الملك. ايوا اخويا جزاك الله خير على الدرس. الله يجزيك بخير. الله يحفظك.